فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقام حد الزنا إذا كان ثابتا عن طريق التصوير بما يسمى بالفيديو؟ هل يقام حد الزنا إذا ثبت، يقول، عن طريق التصوير بما يسمى بكاميرا الفيديو؟ يعني قصده هل يصور إذا كان يقام عليه الحد؟ هل يثبت؟ هل يثبت الحد بالتصوير؟ ايه يعني بينه، يكون نعم. بينه نعم. لا ما يثبت، ادرى الحدود بالشبهات. هو التصوير يمكن انه يزور ويمكن انه يلفق. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنة.